فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السنة أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام أم بعيدا عنه؟ وما مقدار تقارب الصفوف؟ تقارب الصفوف، الصف اللي فيه الإمام والصف الذي خلفه تقارب، يقربون من الإمام بحيث لا يبقى بينهم وبين الإمام إلا موضع قيام الإمام، موضع قيام الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.